تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. اللهم وفِّقنا جميعًا للقول السديد وللعمل الصالح الرشيد يا رب العالمين. اللهم علِّمنا ما ينفعُنا، وانفعنا بما تُعلِّمنا، وجِدنا علمًا ينفعُنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد في هذه الليلة بأن أتحدث أمامكم أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويلهم الصواب، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جعلنا الله تعالى جميعاً من أولي الألباب. أيها الإخوة، حديث هذه الليلة سيكون بإذن الله تبارك وتعالى عن استقرار البيت المسلم. استقرار البيت المسلم مطلب أيها الإخوة، بل إن استقرار البيت مطلب لكل أحد، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، سواء كان كبيراً أو صغيراً، رجلاً كان أو امرأة. استقرار البيت مطلب للكبير وللصغير، للذكر وللأنثى، للأب وللولد، سواء كان ابنا أو كانت بنتا. استقرار البيت أيها الإخوة لا أظن أن أحدا يجادل في أهميته، أيا كان دينه أو كان بلده أو كان عرقه أو لغته أو غير ذلك. وهذا أيها الإخوة من الأمور المتفق عليها، لكن الذي أحب أن أشير إليه أيها الإخوة قبل أن ندخل في أسباب استقرار البيت المسلم، أن أذكر نفسي وإياكم بأن كل فرد في الأسرة مسؤول عن استقرارها. ليست المسؤولية على الآباء دون الأولاد، أو على أحد الزوجين دون الآخر، بل هي مسؤولية مشتركة على الآباء والأولاد. يتحملها الأب والأم، يتحملها الولد والبنت، وإن كانت مسؤولية الأب أكثر من غيره بحكم أنه راعٍ للأسرة، وكلكم راعٍ، وكل راعٍ مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن كل واحدٍ منا راعٍ، فالأب راعٍ والأم راعية، وكل واحدٍ له من المسؤولية ما يمكن أن يجعل البيت بإذن الله تبارك وتعالى بيتًا مستقرًا آمنًا مطمئنًا. استقرار البيت أيها الإخوة له فوائد كثيرة، فاستقرار البيت سببٌ من أهم أسباب السعادة الدنيوية بل والأخروية، وهو سبب من أسباب العيشة الهنية المطمئنة، وهو سبب من أسباب
الاستقرار الذهني وعدم التشتت، تشتت الذهن. ذلك أن كل واحد من أفراد الأسرة إذا كان البيت مستقراً فلن يذهب فكره بعيداً، إنما سوف يفكر فيما ينفعه وينفع أسرته، ما يرفعه ويرفع أسرته، بخلاف ما كان إذا كان هناك مشاكل في البيت. البيت غير مستقر، فتجد الأب يفكر كيف يجعل البيت مستقر، كيف يحل المشكلة الفلانية. الأم تفكر كذلك، الأولاد يفكرون بنفس الصورة. إذا من المهم أيها الإخوة أن ندرك هذه القضية، أن استقرار البيت أحد أسباب الاستقرار الذهني وعدم التشتت، وهو أيضاً من أبرز أسباب حماية الفرد والمجتمع من الانحراف. فالبيت إذا كان مستقراً فإن في هذا بإذن الله عز وجل ضمانه أو شبه ضمانه أن لا يحصل من أحد من أفراد هذه الأسرة انحراف. فالولد مستقر لن يذهب بعيداً، لن يبحث عن أسرة بديلة كما لو كان البيت غير مستقر. إن بعضاً ممن يعيشون في بيئة غير مستقرة، في بيت غير مستقر، يبحث عما يسمى بالأسرة البديلة، فيجعل من أصدقائه مثلاً أو من زملائه أو من غيرهم أسرة بديلة عن أسرته، يجلس معهم، يقضي معهم كثيراً من الأوقات، وقد يقضي كثيراً من وقته خارج البيت، وهذا أحد أسباب الانحرافات التي تقع في بعض المجتمعات. كما أن الأولاد ينشؤون نشأة سليمة، يكونون بإذن الله أعضاء نافعين في المجتمع، وهذه ثمرة من ثمرات استقرار البيت المسلم، أن يكون كل واحد منهم نافعاً في مجتمعه، نافعاً لأسرته، يكون عضواً نافعاً بدلاً من أن يكون عضواً مشلولاً أو عضواً فاسداً يمكن أن يؤثر هو على من حوله تأثيراً سلبياً. فإذاً استقرار البيت أحد أسباب صلاح أفراد الأسرة، سواء كانوا من الآباء أو من الأمهات أو من الأولاد أو من البنات. واستقرار الأسرة أيها الإخوة يقلل من جنوح الأولاد نحو الجريمة. استقرار البيت يقلل من جنوح الأفراد سواء من الأولاد أو من غيرهم نحو الجريمة. وذلك أن الواحد من أفراد الأسرة إذا لم يكن مستقراً في بيته فسوف يعيش قلقاً داخلياً، يمكن أن يكون سبباً من أسباب جنوحه نحو الجريمة، بحيث يفعل شيئاً يغطي على الإشكالية التي يعيشها هو، أو حتى بعضهم يمكن أن يفكر بالانتحار أو بأن يفعل فعلاً يقبض عليه بسببه ليودع السجن أو ليقتل أو لنحو ذلك من الأمور. هذه قضايا خطيرة جداً، لو نظرنا إلى واقع من يعيشون في السجون لوجدنا أن من أسباب دخول بعضهم، على الأقل بعضهم، دخل السجن بسبب أنه ما كان يعيش وضعاً مستقراً في بيته. وأيضاً استقرار الأسرة من أسباب نجاح مشاريع الأسرة. ودعوني قبل هذا أقول بأن استقرار البيت أحد أسباب أن يفكر كل واحد منهم في أن يكون له مشروعه في الحياة. يفكر الآباء، يفكر الأولاد من الجنسين أن يكون لكل واحد مشروع في حياته. إذن هو مستقر يبدأ يفكر كيف ينتج، كيف ينفع نفسه، كيف ينفع أسرته، كيف ينفع مجتمعه، كيف ينفع أمته، ويسعى جاهداً لأن يكون هذا المشروع أيضاً مشروعاً ناجحاً. وغالباً ما تنجح هذه المشاريع لأنها جاءت في جو طبيعي، جو غير مشحون بالكراهية أو غير مشحون بعدم الاستقرار. أيضاً أيها الأحبة، استقرار البيت أحد أسباب قبول النصيحة من الآباء للأولاد، أو من الأولاد للآباء، أو من الإخوة بعضهم لبعض، أو من أحد الأبوين للآخر، فهو أحد أسباب قبول النصيحة والتوجيه.
وغالبا ما يكون التوجيه من الآباء أو من الإخوة الكبار، فإذا كان هناك استقرار نفسي، هناك طمأنينة، هناك راحة بينهم، فكثيرا ما ينتج عن هذا أنه إذا قال الأب لأبنائه أو لبناته اعملوا كذا لا تعملوا كذا، هذا جيد هذا غير جيد، يقبل كلامه. لكن تصوروا أن يكون البيت مشحون بالكراهية أو ما هناك استقرار داخل البيت، هل سيقبل أحد منهم من الآخر؟ أكيد أنه لن يقبل، على الأقل من باب العناد، من باب العناد. ومن المهم أيها الإخوة أيضا أن ندرك أن كثيرا من الأبناء لديهم قدرات وإمكانات ومواهب عالية، إمكانات كبيرة، ومن المهم أن نكتشف هذه الإمكانات الآباء قبل أن نكتشفها غيرهم، وأيضا أن نستثمروها بالصورة المطلوبة، أن ينموها وأن نستثمروها بعد ذلك. استقرار البيت أيها الإخوة يساعد كثيرا على اكتشاف هذه المواهب والقدرات لدى أفراد الأسرة، وأيضا تنميتها ورعايتها لتصب في مصلحة الأمة والمجتمع والفرد والأسرة، بدلا من أن تكون وبالا عليه. وكم من الأولاد من الجنسين ممن يكون عندهم قدرات عالية، لكن نظرا لأن آباءهم ما اكتشفوها، ما عرفوها، ما عملوا على استثمارها، على تنميتها، على رعايتها، تذهب هنا وهناك بتصرفات ترجع على الفرد وعلى المجتمع بالضرر، وقد يكون الضرر كبيرا. إذن أيها الإخوة، استقرار البيت من أسباب اكتشاف المواهب والقدرات والإمكانات التي لدى الأولاد من الجنسين، ثم بعد ذلك يكون الواحد من الآباء أو من الكبار يعمل على تنمية هذه المواهب وهذه القدرات، فيخرج لنا نتاج إيجابي، نتاج جيد بإذن الله عز وجل، يستفيد منه الجميع. ومن فوائد استقرار البيت ومن ثمراته أن الأولاد من الجنسين ينشؤون نشأة سوية، نشأة فيها محبة واحترام وتقدير بين أفراد الأسرة. الآباء يقدر بعضهم بعضاً، الأب يقدر الأم، الأم تقدر الأب، الآباء يقدرون الأولاد، الأولاد يقدرون الآباء، يقدر الأولاد بعضهم بعضاً، وهذه ثمرة من ثمرات الاستقرار، وهذا أيضاً سبب يمكن أن نشير إليه بعد قليل. ثم أيضاً حسن الخلق وطيب التعامل بين أفراد الأسرة في البيت المستقر، وهذه قضية ملحوظة. إذا أتيت إلى بيت مستقر فغالباً ما تجد أن أفراده من ذوي الأخلاق الحسنة. لماذا؟ لأنه ما عنده أمراض نفسية، عنده إشكالات داخلية، فيكون صاحب خلق حسن، صاحب تعامل طيب مع إخوانه، مع والديه، مع جيرانه، مع البيئة المحيطة به، حتى من غير البشر تجد أن هذا الإنسان الذي نشأ في مثل هذه البيئة يكون تعامله مع الحيوانات تعاملاً إيجابياً، تعاملاً صحيحاً، تعاملاً شرعياً، يكون مع البيئة الجغرافية التي تحيط به أيضاً تعاملاً جيداً، بخلاف ما إذا كان في بيئة غير مستقرة فإنه لا يبالي، قد يعمل أعمالاً سيئة تجاه الحيوانات مثلاً. وكم رأينا بعض المقاطع التي قام بها أفراد ممن نحسب أنهم لم يعيشوا استقراراً أسرياً، استقراراً داخل البيت، فصار الواحد منهم يؤذي عباد الله تبارك وتعالى، ويؤذي البهائم، ويؤذي أيضاً البيئة التي يعيش فيها. كما أن صاحب الخلق، صاحب البيت المستقر، يتعامل تعاملاً إيجابياً مع جميع أقاربه، مع جيرانه، مع إخوانه المسلمين، بل وحتى مع غير المسلمين. وكم من إنسان أنتج تعامله الإيجابي الجيد الناتج عن الاستقرار النفسي، والاستقرار النفسي أحد نتائج استقرار البيت، تعامل تعاملاً إيجابياً مع غير المسلمين، فنتج عن ذلك دخول أعداد ليست بالقليلة منهم في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه أيها الأخوة مجموعة من فوائد وثمرات استقرار البيت المسلم، أنتقل بعدها
إلى ذكر عدد من أسباب استقرار البيت المسلم. يا ترى ما هي أسباب استقرار البيت المسلم؟ لا شك أن لاستقرار البيت أسباب كثيرة، سأذكر عددا منها بحسب ما يسمح به الوقت بإذن الله عز وجل، وإن بقي فيه بقية سننتقل إلى فقرة أخرى متعلقة بهذا الموضوع. فأقول أيها الإخوة، أول سبب من أسباب استقرار البيت المسلم تعاون أهل البيت من الآباء والأولاد، وهو بالدرجة الأولى دور للآباء والإخوة الكبار أن يتعاونوا على أداء الشعائر الدينية وعلى تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، وهذا أمر ملحوظ نجده في قول الله تبارك وتعالى مثلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، طيب لماذا يا إخواني؟ هل هو فقط لتكون النتيجة الأجر الذي يحصلون عليه في الدار الآخرة؟ لا شك أن هذا مطلب، ومطلب عظيم، بل هو المطلب الأساس، لكن فضل الله تبارك وتعالى واسع، فالإنسان إذا أخذ بهذا المبدأ الشرعي وأمر أهلك بالصلاة وصبر على ذلك، فسيكون أحد أسباب الراحة النفسية التي يجدها كل فرد من أفراد الأسرة في البيت، وهذا هو البيت المستقر الذي نتحدث عنه. يقول الله تبارك وتعالى في آيات أخرى عن أحد أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام: كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هذه ثمرات أيها الإخوة لتعاون أفراد البيت، أفراد الأسرة، على تقوى الله تبارك وتعالى وعلى طاعته، أن تكون هذه الثمرة الإيجابية استقرار في البيت. السبب الثاني: الاحترام والتقدير المتبادل بين أفراد الأسرة. هذا الاحترام المتبادل بينهم، يحترم كل من الزوجين الآخر، يحترم الأولاد آباءهم، يحترم الآباء أولادهم، يحترم الإخوة والأخوات بعضهم بعضاً، هذا أيها الأخوة أحد أسباب استقرار البيت المسلم، أليس كذلك؟ إذا كنا فعلاً يحترم بعضنا بعضاً، فما أقرب الاستقرار من مثل هذه الحال، بخلاف ما إذا كان الزوجان متباغضين، كل واحد منهم لا يحترم الآخر لا بقول ولا بفعل، وكذلك الأولاد مع والديهم أو الوالدين مع أولادهم، لا شك أن هذا سوف يجعل البيت جحيماً لا يطاق، مما يجعله بيتاً غير مستقر، ينفر أفراده خارج البيت. أيضاً سبب ثالث من أسباب استقرار البيت المسلم: المصارحة بين أفراد الأسرة. الصراحة كما يقال صابون القلوب، صابون القلوب. فإذا كان الأب يصارح الأم إذا رأى ملحوظة معينة، وكان الآباء يصارحون أولادهم، والأولاد يصارحون آباءهم، والأولاد يصارح بعضهم بعضاً، فبهذه الحالة أيها الإخوة يكون هناك استقرار. والمصارحة ما تعني الطرح الوقح أيها الإخوة إطلاقاً، هذا باب مهم يجب أن نضعه في اعتبارنا. كونك صريح ما يعني أن يكون طرحك غير مؤدب، تستطيع أن تكون صريحاً في طرحك لكن أيضاً مؤدباً في هذا الطرح، وهذا مطلب مهم. فالبعض يخلط بين الأمرين، يمكن أن يتحدث بأمر فيه جلافة، بأمر فيه شدة، فيه غلظة، ولو قلت لقال يا أخي أنا صريح، أنا أطرح بصراحة، ما بحلقي عظم، وهذا غير صحيح أيها الإخوة. يجب أن نضع في اعتبارنا أن نكون صريحين في طرحنا، لكن أيضاً أن نطرح بأدب وفق المقتضى الشرعي والدليل الشرعي. وأيضاً من الأسباب، أسباب استقرار البيت المسلم، المناقشة بهدوء. فقد يتناقش أحياناً أفراد الأسرة بعضهم مع بعض،
لكن تجد أنهم يتناقشون بغضب برفع صوت، بينما إذا تناقشوا بهدوء ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، سواء كان في تصرف وأعمال أو كان بنقاش وأخذ وعطاء. فإذا النقاش يجب أن يكون بهدوء، أيضا النقاش هذا يجب أن يكون بهدف الوصول إلى الحق، الوصول إلى المطلوب، الوصول إلى أمر الجيد، لا بهدف إثبات الذات. أحيانا يناقش الواحد يريد أن يثبت صحة وجهة نظره وخطأ وجهة نظر الآخر، سواء أحد الزوجين للآخر أو الأولاد مع آبائهم أو الآباء مع أولادهم أو الإخوة والأخوات بعضهم مع بعض. إذن من المهم أن يكون النقاش هادئاً يهدف إلى الوصول إلى المطلوب، لا يكون الهدف إثبات الذات من قبل أي فرد من أفراد الأسرة، أو الهدف إظهار القوة مثلاً، أو إظهار أنه لا يمكن أن يتراجع عن قوله وأنا خلاص إذا قلت كلمة لا يمكن أن يتراجع عنها ونحو ذلك. من الأسباب أيها الإخوة، من الأسباب تجنب الألفاظ النابية السيئة الجارحة، وذلك لما لها من الأثر السلبي على من تقال له، بل وحتى على من يسمعها ولو لم تقل له. فقد يقول أحد الآباء مثلاً للآخر، أحد الوالدين للآخر، قد يقول له كلاماً جارحاً فلا يؤثر على الوالد الآخر، وإنما يؤثر عليه وعلى الأولاد وعلى البنات وعلى غيرهم إن كان في البيت غيرهم. فالتأثير السلبي للألفاظ النابية فيه إشكالية، ولنحرص أيها الإخوة والأخوات على هذا الأمر، أن الواحد منا يقول الكلمة المؤدبة، يبتعد عن اللفظة السيئة اللفظة الجارحة. ولعلي أذكر بهذا الصدد موقفاً هو قصة تدريبية مما يذكر في المجال التدريبي، قد تصح القصة وقد لا تصح، لكن الهدف منها العبرة، وقد تكون في وقت قريب وقد تكون في وقت ماضي، على أنها حصلت في بلاد بعيدة. أراد أحد تزوج أحد الشباب، وكانت زوجته تعيش مع أمه، وكان من عرفهم في تلك البلاد أن الزوجة زوجة الابن لا بد أن تحترم حماتها وأن تقبل رأسها ويدها في كل صباح ومساء مهما تحصل من التصرفات من الأم لا ينظر إليه. استاءت هذه الزوجة على أول ما دخلت، فذهبت إلى طبيب كان صديقاً لأبيها، طبيب شعبي، وقالت له أريد سم أقتل به حماتي. قال لها لماذا؟ قالت لا أتحمله، لا أطيقها في البيت، تتلفظ علي بألفاظ نابية وتتصرف معي تصرفات غير جيدة ونحو ذلك. فقال لها ما في إشكالية، لكن بحكم صداقتي لأبيك إن أخذت قتلتيها بسم سريع المفعول سوف يتهمونك أنت، لكني سأعطيك سما يقضي عليها بعد 6 أشهر، فهو سوف ينخر عظامها وتموت بعد 6 أشهر، وخلال هذه الفترة أنت أحسن التعامل معها بصورة إيجابية، تكلمي معها بكلام مهذب، اعملي ما تطلبه منك ونحو ذلك، تحمليها هذه الفترة. قالت ما في إشكالية، 6 أشهر تحمل. فأعطاها، دخل إلى غرفة داخلية عنده وأتى له بجرة صغيرة فيها محلول، وقال لها ضعي نقطة من هذا المحلول في غدائها ونقطة في عشائها ولا تزيدي، نقطة واحدة. فأخذت هذا وذهبت وأخذت بوصيته، ابتدأت تحسن التعامل معها، تكلمها بألفاظ جيدة، تجنبت الألفاظ النابية التي كانت تقولها لها يا عجوز الشر ونحو ذلك من الكلمات. بعد مضي شهر ابتدأت الجدة الحمات تتعامل تعاملاً إيجابياً مع زوجة ابنها. الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع
كانت تقول لها: والله أنت أحب إلي من كل بناتي. والزوجة تقول لها: وأنت والله أحب إلي من أمي. لكن مع كل أسف ما بقي إلا شهران اثنان وتموت هذه العجوز. فرجعت مرة ثانية إلى الطبيب وقالت: يا دكتور دخيلك ما عندك؟ قالت: باقي شهرين تموت، والآن هي أحب إلي من أمي، وهي تحبني أكثر من بناتها. قال: ما الذي حصل؟ قالت: كنت أعمل كذا وأخذت بوصيتك وحصل كذا وكذا، وتجنبت الألفاظ التي كنت أقولها لها والتصرفات السلبية التي كنت أعملها معها، وهي أيضا ابتدت تتعامل معي بتعاملا إيجابيا، فأصبحت أحبها كثيرا. أعطينا الآن دواء علاج ينقض ذلك السم. قال: على رسلك. أعطيتك ماء، جرة هذه فيها ماء. أردت أن أثبت لك أن القضية قضية تعامل بتصرفات وألفاظ. فهذا مبدأ يا أخواني، أن يتجنب الإنسان مثل هذه الألفاظ داخل الأسرة. تجنبها أحد أسباب استقرار الأسرة وطمأنينة أفرادها جميعا. الأمر التالي وهو رقم 6 عندي: إظهار الحب. من أسباب استقرار البيت إظهار الحب وعدم كتمان المشاعر الإيجابية. مشكلة كثير منا في مجتمعاتنا أن الأب يحب أولاده، لكن قل أن أقول لهم أن يحبكم، يحب زوجته وقل أن أقول لها هذا الكلام، هي تحب زوجها وقل أن يقول لها هذا الكلام ونحو ذلك. إذا من المهم أيها الإخوة أن نظهر هذه المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر بهذا الصدد أن أحد الأخوة الزملاء يتصل عليه باستشارات، فاتصلت عليه فتاة تستشيره في موضوع كانت تحضر رسالة الماجستير. يعني تقريبا كم عمره؟ حدود 25 وطالع ولا لا؟ تقريبا بهالسن. قالت له كذا وكذا، فقال لها: يا بنتي اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. لما صار من الغد بعد العصر اتصلت عليه، يعني بعد مضي اكثر من 24 ساعة. قالت له: يا شيخ والله ما نمت من امس ليومك. قال لها: لماذا؟ سلامات؟ عسى ما شر؟ قالت: لا والله، بس انت امس قلت لي يا بنتي اول مرة اسمعها في حياتي. طيب يا أخواني، ما رأيكم بمثل هذا التصرف؟ ألا يمكن أن يكون سبباً في جنوح هذه الفتاة وقوعها في الانحراف؟ لكن الله سلم، كانت أمام رجل يخاف الله تبارك وتعالى. أما لو كانت أمام ذئب بشري فقد يستغل هذا الضعف الموجود عندها ويستغلها وينتهك عرضها ويجعلها بضاعة مزجاة في المجتمع. إذن من المهم أن ندرك هذه القضية أيها الإخوة. من أسباب استقرار البيت المسلم، وسوف أذكر عددا من الأسباب الشرعية التي يعني ما يتعلق بصلاة أو نحو ذلك، وهذا أحدها، السبب السابع عندي: صلاة النافلة في البيت. إخواني، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا؟ الحديث عند الإمام مسلم. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. طيب هذا الخير وشو؟ ما هو هذا الخير؟ نحن لا ندري. هو خير مطلق، قد يكون استقرار، قد يكون غنى، قد يكون أمر يحصل عليه في بيته طمأنينة وراحة وسكينة، وقد يكون غير ذلك. المهم أن الله تعالى سوف يجعل لك في بيتك من صلاتك خيرا. ومن الأسباب أيضا العدل، إقامة العدل أيها الأخوة. بالعدل إقامة السماوات والأرض. العدل مطلوب. إذا كان البيت فيه أكثر من زوجة فيجب العدل بينهن، يجب العدل بين الأولاد. ألا يشعر الأولاد أن الأب أو الأم يحابون فلان أو فلانة على حساب البقية. وما دام الآباء والأمهات
يريدون من أولادهم أن يبروهم، كلهم يودهم أن يبروهم، ما هم فلان يبره وفلان يعقه. فإذا لنحسن إلى الجميع، لنعدل بين الجميع، لا نشعر أحدا بأنه أفضل من غيره، أو أن نشعر أحدا بأن غيره أفضل من إخوانه. فهذه أيها الإخوة من الأمور المهمة التي أذكر بها نفسي ومن يستمع لهذه الكلمة. أيضا من الأسباب شيوع الكلمة الطيبة، أن يكون يشيع في مجتمعنا الأسري داخل البيت الكلام الطيب. من الكلام الطيب الكلمة المشجعة، الكلمة البناءة، الكلمة المشجعة أيها الإخوة، سواء كانت للولد أو للبنت أو للأم أو للأب، كل واحد منهم يحب أن يقال له كلام طيب. فإذا جاء البيت الأب للبيت بأشياء مثلا مع أنه واجب عليه أن يأتي بها، لكن قالت له الأم وقال له جزاك الله خير يا أبانا على ما أحضرت إلينا، وجزاك الله خير وتعبت ورحت وجيت ونحو ذلك، أو عملت الأم الوجبة وشكرها الأب والأولاد، سلمت أمك يا أم، سلمت يمينك يا أم فلان، والأولاد سلمت يمينك يا أمي، جزاك الله خير يا أروع أم، ونحو هذا من الكلام الذي يمكن أن يقال للآباء. الآباء لأولادهم نفس القضية، سواء فيما يتعلق بخدمة البيت أو بدراستهم أو بعملهم أو نحو ذلك من الأمور، أن يقال له جزاك الله خير وأحسنت وبارك الله فيك، أن نشيع مثل هذا الأمر. ومن الكلام الإيجابي الكلام الطيب الذي يمكن أن يكون له أثر في استقرار البيت إضفاء الألقاب على الأولاد، الألقاب التي تدفع للعمل. مثلاً لما قال فلان ما شاء الله عليه الحافظ المتميز، وفلان الدكتور فلان أو المبدع فلان، ولا الشيخ فلان، ولا المهندس فلان أو نحو ذلك، هذا أيها الأخوة يشجع، وهو يغرس في الأولاد والبنات الطموح، يغرس فيهم أن يكون واحد، أن يسعى الواحد منهم لأن يحقق ما كان أبوه أو أمه أو إخوانه ينادونه به. فإذا كان يقال مثلاً فلان الدكتور فلان ولا كذا، بل إني أذكر أن أحد العلماء البارزين في مجاله العلمي كان وهو طفل والده قد كتب على غرفته غرفة الدكتور فلان قبل أن يدخل المدرسة، قبل ما يدخل المدرسة غرفة الدكتور فلان. وأحد الأطفال كما كانت أمه تلاعبه، وهذا قديم، تلاعبه وعسى يصلي خلفك بالحرم ونحو ذلك من الدعاء الذي تقوله له، وسبحان الله بعد مضي أكثر من 30 سنة يصبح إماما في الحرم. هذه يا أخوان لا نستهين بها، هي سبب من أسباب استقرار البيت، وهي أيضا سبب في غرس الطموح والهمة العالية عند الأولاد، بخلاف الألفاظ التي تحطم، وهي ما يجب أن نتجنبه جميعا. لو نشأ الواحد على مثل هذا فسوف يكره البيت أولا، وقد ينشأ على هذا المفهوم الذي كان يقوله له أهله. وأذكر بهذا الصدد وهو من ميداننا التربوي أن أحد الأطفال في الصف الأول الابتدائي لما يناديها الأستاذ إيش اسمك؟ قال اسمي الغبي. لا يا بني ما اسمك كذا، لك اسم. قال لا لا لا، أنا هذا اسمي الغبي، أبوي وأمي ما يقولوا تعال يا الغبي روح يا الغبي. فجلس فترة يعالج هذه الإشكالية، هل تتوقعون أن مثل هذا الطفل سوف يكون سعيدا وهو يدخل البيت، يجد البيت في البيت استقرارا وراحة وطمأنينة؟ أكيد لا، أكيد أيها الإخوة أنه لن يجد هذا داخل بيته، بل قد يجده خارج البيت أكثر مما يجده داخل البيت. أيضا من الأمور الإيجابية التي يمكن أن يتنادى بها، نحن قلنا فيها شيوع الكلمة الطيبة، من ذلك أن يتنادى كل أفراد الأسرة، ينادي بعضهم بعضا بما يحبه من الألفاظ، أبو فلان ولا أم فلان ولا يا فلان ولا كذا، حتى الأولاد إضفاء بعض الألقاب عليهم يا أبو فلان أو الكنى أمر إيجابي، وينادى بما يحبه بعيدا عن
الألفاظ التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي كما قلت في موضوع قبل قليل هذا الغبي، أو مثلا تعال يا المودي، رح يا المودي، أنت اللي بك ملابك، دائما كذا، ويبدأ يحطم في مثل هذه الكلمات. ومن ذلك أيضا أن المرأة إذا سمعت من زوجها كلاما طيبا فما هي النتيجة؟ ترد عليه بكلام سيء؟ أبدا، سوف ترد عليه بكلام طيب. وهو كذلك إذا سمع منها كلاما طيبا لن يرد عليه بكلام سيء. وكل هذا من أسباب الاستقرار والراحة والطمأنينة. الأولاد إذا سمعوا من آبائهم الكلام الطيب نفس القضية، سوف يسمعونهم الكلام الطيب، وسوف يكونون مقتدين بآبائهم بهذا، ينادي بعضهم بعضا، يكلم بعضهم بعضا بكلام طيب، ما يجعل الكلمة الطيبة لها أثرها في الإجابة في البيت. من الأسباب أيها الإخوة المحافظة على الأذكار عموما، مع الحرص على قراءة سورة البقرة، فالشيطان كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والحديث عند الإمام مسلم. وإذا لم يتيسر أن يقرأها كلها فليقرأ آية الكرسي، ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والشيطان إذن ما دام يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فلا شك أن هذا سيكون أحد أسباب استقرار البيت. الشيطان إذا فر من بيت فالبيت سيكون مستقراً بإذن الله عز وجل. ومن ذلك أيضاً أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأيضاً المجيء بأدعية دخول البيت والخروج من البيت. إذا دخل الإنسان البيت وذكر الله تبارك وتعالى وخرج من البيت وذكر الله تبارك وتعالى فلا يكون للشيطان في ذلك البيت مكان. ونحن نعلم حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فإذا من المهم أيها الإخوة أن نحرص على مثل هذه الأسباب الشرعية. ذكرنا منها عدداً الأمر بالصلاة، تقوى الله تبارك وتعالى، صلاة النافلة في البيت، المجيء بالأذكار، قراءة سورة البقرة، أذكار دخول البيت والخروج منه، ونحو ذلك من الأسباب الشرعية. أيضاً من الأسباب الممازحة، ممازحة أهل البيت. لماذا يمزح الواحد منا مع كل أحد إلا مع أهل بيته؟ أليس هذا خطأً أيها الإخوة؟ ألست ترى أنك إذا مازحت أحداً فإنه يرتاح وينبسط لذلك؟ أولى من ينبسط ويرتاح أهل بيتك، فنحرص على مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقته مرة، في المرة الأولى سبقته، فلما شملت يعني حملت اللحم سابقها، فسبقها عليه الصلاة والسلام فقال لها هذه بتلك السبقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسن بن علي رضي الله عنه فيرى الصبي حمرة لسانه فيبش إليه أو فيبهش إليه، يعني إذا رأى حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه له يأتي إليه يلمسه أو لنحو ذلك من الأمور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح في البيت مع زوجه مع أهل بيته عموما. لكن من
الأمور التي أحب أن أذكر بها وأشير إليها في قضية المزاح أن نتجنب صور المزاح التي لا يرغبها الطرف الآخر، فبعض المزاح كما يقولون مزاح ثقيل مرة ما يتحمله إلا الطرف الآخر، فإياك أن تمزح مزاحا لا يقبله الطرف الآخر، وذلك حتى لا يحصل عكس المطلوب. هذا المزاح أحيانا يسبب عداوة إذا كان مما لا يرغبه الآخر، وقد يسبب كرها ونفورا وعدم استقرار في البيت، بل إنه إذا قابلها أو دخل أحدهم من البيت يقول الله يعين جاء فلان، الله يعين على مزاحه. طيب إذا كان هذا مزاحه فكيف بأموره الجدية؟ إذا كان ما يتحمل في هذا فكيف سيتحمل فيما سواه؟ تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد. إلى الرشاد.